وللوقوف عند انهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار وفشل الحكومة في مواجهة هذه الأزمة وأثر ذلك على المواطن، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. دكتور صباح، مرحبا بكم. بحسب لجنة النزاهة، الحلبوسي رفض استضافة محافظ البنك المركزي من أجل مناقشة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. هذه الخطوة إلى ماذا تؤشر في شكل إدارة الأزمات في العراق؟ تحية لكم ولقناتكم المتابعة للشأن العراقي. مرحبا بك سيدي. حقيقة انخفاض قيمة الدينار سببت إرباكا كبيرا جدا لإدارة المال ووزارة المالية بالدرجة الأساسية، إضافة إلى إدارة البنك المركزي التي أصبحت أزمة شبه خانقة ما بعد الانتخابات بشكل مباشر، وخاصة أن الديون الإيرانية على العراق زادت الطين بلة في انخفاض قيمة الدينار، بسبب أن الموقف الأمريكي في مسألة عمليات التحويل وبيع العملة في البنك المركزي العراقي دون أي شكل من أشكال الرقابة الحقيقية التي تراعي مسألة الحفاظ على قيمة الدينار، وبنفس الوقت أن إيقاف أي شكل من أشكال الحوالات الخارجة عن النظام المالي العالمي في مسألة التداول للعملة بما يعرف بنظام سويفت. نعم. ولذلك نلاحظ استدعاء مدير البنك المركزي من قبل السيد الحلبوسي إلى مجلس النواب سيؤدي ذلك إلى حالة من حالات التصادم في المصالح والتضارب ما بين القوى السياسية التي شكلت الحكومة الحالية من خلال مصالحها المتمثلة بعمليات التحويل وعمليات غسيل الأموال وغيرها. ولذلك نلاحظ أن الحكومة الأمريكية في نهاية العام الماضي اتخذت إجراءات لن نقل قاسية، وإنما لطفح الكيل من عمليات الفساد وانعدام أي شكل من أشكال الرقابة. أدى ذلك الموقف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا البنك الفيدرالي المسؤول عن كل أشكال الحوالات للإيرادات العراقية الآتية من عمليات بيع النفط. دكتور صباح، هذه التحويلات، دكتور صباح، حتى نناقش نقطة بنقطتها، الإعلام الحكومي يتحدث عن ضغط أمريكي على العراق، وأنت ذكرت أن التحويلات المالية هي ربما تكون سبب الموضوع. هل هذا السبب هو الذي سبب انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار دكتور؟ لا كلا، وإنما انهيار العملة السبب الجوهري هو عدم السماح للحوالات البنكية من قبل البنك المركزي إلى أرصدته الموجودة في الخارج والتي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية. هو جوهر الأساس أن شكل من أشكال زيادة الضغط والعقوبات على إيران بإيقاف أكثر من 5 تريليون دينار عراقي بما قيمته حوالي 3.5 مليار دولار. هذا هو الذي سبب ودفع بالحكومة العراقية أن تقدم المبلغ نقدا بالدينار العراقي، مما دفع إيران وكل تواصلها وأربطتها البنكية والمصرفية والشركات المالية الموجودة بالعراق على العمل على سرعة شراء الدولار. هذا هو الجوهر. طيب. الأساس والبداية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عقوبات أيضا ومنعت بعض المصارف، كانت بدايتها في العام الماضي 4 مصارف ولكن قد تصل إلى 17 مصرفا من خلال الإجراءات الغير قانونية في عمليات التحويل وشراء العملة وغير ذلك، وهذا ساعد بشكل كبير جدا في غسيل الأموال وعمليات التهريب للعملة الصعبة من داخل العراق. ولذلك نلاحظ أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة
الدينار العراقي، عفوا قيمة الدولار دولار مقابل الدولار. مقابل طيب الدينار العراقي. دكتور صباح، تطبيق المصارف العراقية لنظام سويفت هل يكشف كم التلاعب والفساد في خاصة في المنظومة المالية الحكومية دكتور؟ نعم، نظام سويفت ما هو؟ هو عبارة عن منظمة الاتصالات المالية والخدمات في المراسلات المالية والحوالات، والذي بدأ في تقريبا عام 1973، بدأ العمل به في عام 1977، ويضم أكثر من 200 دولة بالعالم، أي بمعنى أن معظم دول العالم تتعامل حاليا من خلاله، ويتمكن من معرفة حركة المال لكل دولة من دول العالم. ولذلك نلاحظ أن هذا حاليا في عمليات الرقابة والتفتيش للعملة الصعبة الخارجية من العراق أو الحوالات، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، بالإمكان كشفها، وهذا الذي اعتمدت عليه في المعلومات الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ الإجراءات أزاء عمليات تحويل العملة، وكذلك أيضا قبل عمليات إيقاف تحويل ما قيمته بحدود 5 تريليون دينار عراقي بقيمة الدولار إلى إيران كديون سابقا. ولكن دكتور صباح، الحكومة أكدت أنها ستقوم بتثبيت سعر الصرف لإنقاذ الدينار العراقي من الانهيار، هل هذه الخطوة يعني تؤثر على الاقتصاد العراقي على المواطن؟ حقيقة تثبيت العملة، تثبيت سعر العملة، لا يعطي الإمكانية في خدمة المواطن حقيقة. والسبب الجوهري والأساسي أن عمليات التثبيت، أي أن تصبح عمليات الشراء للعملة الصعبة من البنك المركزي العراقي للبنوك الفرعية والصيرفات وغيرها دون وجود أي شكل من أشكال التنافس. وما فائدة الدولة في عملية تثبيت سعر الدينار، علما بأنه حاليا منذ عملية رفع قيمة الدولار من 1200 إلى 1460، وحاليا 1400 تقريبا، حاليا أكثر من 1550 أو 560، وصل إلى هذا الحد، أدى إلى حالة تفكك بشكل واسع الظهور بالشارع العراقي التجاري. نعم. على البضائع، والفرد دفع فروق هذه المواد واستفادت الدولة، والعاملين على عمليات غسيل الأموال وغيرها وعمليات نعم التهريب للعملة والمضاربات، هذا الذي تريد حاليا الولايات المتحدة إيقافه كعقوبة ليس فقط للشعب العراقي، وإنما عقوبة لإيران، لأنها مدركة أن نسبة كبيرة جدا من الإيرادات العراقية تذهب إلى إيران، ولذلك لم تظهر عليها نعم دكتور. على إيران طيلة العقوبات الماضية، أكثر من 40 عاما من العقوبات المالية، ولكن لم تظهر عليها باعتمادها على الإيرادات العراقية. عبر سكاي من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم دكتور.